الهنا. هو نعمة للأبدان وراحة للإنسان بالتأكيد هو النوم. بعد ساعات عمل طويلة جدا الواحد بيحتاج لمكان مهيأ يرتاح فيه نفسيا وجسديا. تصميم غرفة النوم هو محور حديثنا اليوم في وجود مختص، وهو باش مهندس مراد مسعود، مختص في التصميم الداخلي. أهلا بك باش مهندس. أهلا بكم. يعني بداية احنا عايزين نسأل عن المكونات الأساسية لغرفة النوم. غرفة النوم زيها زي أي غرفة أو فراغ داخلي، بيتكون من أساس وإضاءة وألوان مفروشات وإكسسوارات وأبواب وشبابيك وحيط وسقوفات وأرضيات. نعم. يعني والتشطيب. يعني من حيث التكوين ما بتختلف عن العناصر الثانية؟ أي ما بتختلف. نعم. طيب علاقة التنوير بفتحة التهوية شنو؟ الإضاءة الداخلية. الإضاءة. نعم. الإضاءة الداخلية طبعا بتتقسم لصناعية وطبيعية. لازم أوضة النوم تكون فوق إطلالة موجهة ل بتدخل إضاءة طبيعية، وفي الناس بيقولوا فلسفة كبيرة في الموضوع ده. نعم. يقول لك أنا اللي صحيني اتجاه الشمس، يعني دخول أشعة الشمس في الأوضة هي الحاجة تكون بالنسبة لي هي المنبه. نعم. والناس بيقولوا بيت انت تدخله الشمس لا يدخله الأطباء، يعني برضو فايدة صحية. لكن احنا ممكن نعتمد على الإضاءة الطبيعية والإضاءة الاصطناعية في وقت واحد في غرفة النوم؟ لا، مثلا إضاءة طبيعية دي بتقومك من النوم، لكن الإضاءة الصناعية محتاجة مثلا عشان تعمل الحاجات الكثيرة جدا اللي بتحصل في أوضة النوم، زي مثلا القراءة جنب السرير محتاج له للمبة، أخذ حاجات بسيطة محتاج له لأباجورة جنب السرير. يعني في زوايا معينة في غرفة النوم ممكن نضع فيها الإضاءة الصناعية دي، ولا إحنا حسب احتياجنا لها يعني بتكون وظيفية؟ لا، هي في وظيفية وفي توكيدية وفي عامة. نعم. العامة دايما بتكون جايانة بطريقة ما مباشرة، لأنه في أوضة النوم لازم يتجنب الإضاءة المباشرة، فدايما بنعتمد على الإضاءة الغير مباشرة، واللي هي بتكون يا مضروبة في السقف أو الحوائط، بتديك إحساس بتاع ضوء لكن ما بتكون عارفة المصدر بتاع الضوء، ما قادرة تلمسه. ده بيساعد في الإضاءة العامة تحت الغرفة. لكن كمان عندنا أباجورات جنب السرير دي بتأدي وظيفة معينة، فدي إضاءة وظيفية. عندنا في التسريحة لازم إضاءة مباشرة وقوية جدا جدا، عشان ست البيت لو بتعمل الميك اب بتاعها أو أي حاجة تكون موجودة. لو في مكتب صغيروني برضو محتاج لحاجة بالشكل ده. على حسب الأنشطة الموجودة في غرفة النوم هي اللي احنا بنقوم بها وراها. يعني ممكن لو استخدمنا إضاءة ملونة تغنينا عن طلاء الحائط؟ لا، الإضاءة الملونة ما بتغني عن طلاء الحائط. بعد مرات في بعض الناس بيصمموا بالإضاءة الملونة دي إنها تغير لك المود. يعني تخطي خلفية لون رمادي مثلا، وتستخدمي ألوان، عدة ألوان، كل مرة بتغير لك شكل الأوضة. نعم. فدي نوع من الناس بحبوا الحاجة دي، انهم يغيروا المود بتاع الأوضة من غير ما يعيدوا ضرب الطلاء. نعم. السرير بتاع النوم علاقته شنو بالخلفية؟ السرير بتاع النوم هو طبعا بنسميه الفوكال بوينت بتاعنا، ده أهم قطعة أساس موجودة في الغرفة. فدايما بيحصل بوراها توكيد يا إما بعناصر التصميم اللي هي بالسقف أو الأرضيات، أو اللون الخلفية بتحت السرير بيكون لون مميز زي ما حيتعرض في الصور اللي قدامنا، لون بيكون مميز جدا جدا وجاذب. بعدين اللون في ورا خلفية السرير ده دايما بيكون الهدف التصميمي بتاعه هو إن يديك إحساس بتاع الانتماء أو الاحتواء في الفراغ. في ناس بيشوف إنه إذا لون الحوائط لونه فاتح، يعني خلينا نقول كريمي أو بيج، بيختاروا لون العفش إنه يكون داكن، وإذا العكس هي داكنة بيختاروا العفش يكون فاتح. هل العلاقة بتكون كده بين الأثاث وبين الديكور وال هو العلاقة الخلفية؟ الحاجة الأشمل إنه لازم يحصل تميز بين كل قطعة أساس والخلفية بتاعتها. نعم. لكن ممكن التميز زي يحصل بدرجات اللون ذاته، أو بالإضاءة، أو بالداكن والفاتح أو كده يعني. نعم. إحنا بالتأكيد حنواصل حديثنا عن تصميم غرفة النوم بعد الاستطلاع الجاي. بيت الهنا.
اكيد اي زول عنده ذوق معين طبعا احتمال اللون اللي بينفع معي انا مع زول ثاني ما يخارج. والله ترتيبه المفروض يكون مختلف لانه دي خصوصيات، وترتيبه بيكون يعني على الوان، الالوان دي على حسب المزاجات، على حسب مزاج الزوج والزوجه الاثنين مع بعض بيكون اختيارهم للون مناسب يجذب يعني راحتهم الاثنين النفسيه. اللون البنفسجي، اللون الاحمر، دي الالوان الرومانسيه. بيت الهنا. بعد ما تكلمنا عن اللون بتاع غرفة النوم وعن السرير برضو كزي ما انت ذكرت عنصر اساسي في ديكور غرفة النوم، الاكسسوارات اللي بنستخدمها واللوحات هل بتدي بصمة مميزة داخل غرفة النوم؟ الاكسسوارات واللوحات بتدخل تبع بند كبير جدا جدا من اثاث تكوين اي غرفة اللي هي بنسميها المفروشات والاكسسوارات، وبالذات في اوضه النوم. يعني في ناس بيهتموا جدا جدا بالملايه مثلا، الملايه ممكن تكون 6 طبقات، والكوفيرتا بتاعتها من فوق، وانواع الشراشف الموجوده، والسجاد اللي من تحت مكمل له، اللوحات، الاكسسوارات اللي بتتخطى في الكومودينات بالجنبات او في التسريحه، لازم كل الحاجات يكون بنفس الهدف بتاع التصميم، نسيج واحد عشان يدي فكره واحده، عشان يدي احساس ومود واحد في الفراغ. استخدام المفروشات بيكون على اساس شنو يا باشمهندس؟ المفروشات طبعا عندها فلسفة كبيرة جدا جدا، وعندها فلسفة مرتبطة بالطراز أو الستايل بتاع الأوضة. فمثلا العصر الفيكتوري مثلا عنده نوع معين جدا من المنسوجات، وعنده نوع معين من الأشكال للمفروشات. في الفرنسيين عندهم موضة مختلفة، وفي احنا عندنا ذاتنا موضة مختلفة في السودان تراديشنال. يعني الحاجة دي مرتبطة بحضارة البلد، ثقافتها. فعلا في ناس مرات بتلقاهم عايزين يخطوا الشغل مثلا بتاع الجليد، والشغل بتاع مثلا انه بيسموها الفركة والحاجات دي كنوع من التقاليد السودانية، دو بصمة للحتة دي يعني. ده بيسموه طراز تراديشنال او تقليدي. يعني تقليدي. وفي حاجات تانية افريكان عندها منسوجات وحاجات ومفروشات وحاجات الكثيرة جدا، لكن المهم انه المود بتاع الأوضة كله يكون واحد، يعني ما تكون المنسوجات تنسيق بطريقة، كله بدي طابع واحد. أيوة. واللوحات بطريقة تانية، والإكسسوار المخطوط ده كله نسيج واحد، بدي فكرة تصميمية واحدة اللي هي الهدف من الفراغ. نعم. احنا برضو حنواصل حديثنا عن اختيار العناصر المناسبة في تصميم غرفة النوم بعد الاستطلاع الجاي. بيت الهنا. أكيد يعني دي لتغيير النفسيات البني آدم من فترة لأخرى. نعم. الأكسسوارات الضرورية مثلاً، بس الحياة اللي بترمز مثلاً للحب مثلاً، العلاقات الزوجية، بس الحياة اللي بتعبر عن الحياة دي يعني. أبداً. والله لو رتوش كده بسيطة ممكن، لكن يعني ما لازم، ما حاجة يعني ضرورية، إذا الظروف بتحكم ما حاجة ضرورية. بيت الهنا. باشمهندس، مرات في ناس بيقولوا غرفة النوم مساحتها صغيرة، بيكونوا عايزين يعملوا شغل بالإضاءة وبالألوان إنها تدي يعني شكل بتاع مساحة واسعة ومريحة، وبرضو في اختيار القطع الداخلية بتاعت الغرفة نفسها، كيف ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل بعدة طرق. مثلا المواد العاكسة زي استخدام المرايات والأسطح العاكسة دائما بدي وسع للفراغ. استخدام اللون ذاته بدي ممكن وسع للفراغ أو احتواء. كل ما مشينا للألوان المخلوطة بأبيض أكتر كل ما أدت وسع أكتر. فمهم جدا جدا أنه أنا قبل ما أخذت اللون أو أختاره، أو أختار مواد التشطيب، أو أختار أنه على المفروشات اللي بنخدها في السرير. برضو في مفروشات لو خدناها في السرير مثلا وأصلا الأوضة ضيقة بتزيد الخنقة تحت الأوضة، فإحنا مفروض نكون في دراسة متكاملة تماما لكل عنصر من عناصر دي على حسب حجم الفراغ وعلى حسب الهدف اللي أنا عايز أوصله.
نعم، يعني مثلا لو انا مسحت الغرفه صغيره وانا عايزه اعمل حاجه بالالوان وبالاضاءه، في رايك الالوان اللي ممكن تدي مساحه اوسع للاوضه شنو، والاضاءه اللي ممكن نشتغل وتدي مساحه اوسع برضه شنو؟ اي الوان مضاف عليها اللون الابيض بتدي وسعه كثير في الاضاءه، والمواد الخام الممكن اضيفها زي المرايات، الفتحات ذاتها في الاوضه زي مثلا الشبابيك الابواب، نعم، دي بتوسع لك الاوضه جدا، دخول إضاءة كافية جدا في الأوضة بتساعد مع الألوان في أنها تكبر مساحة الأوضة. نعم. وفي اختيار السرير نفسه هل ممكن يكون عنده حواف ولا عدم الحواف زي ما بيقولوا بعض الناس أنه بدي مساحة أنه واسع يعني؟ طبعا في بعض السراير لما تقوم، في بعض الزبائن لما تقوم تاخذ تلاقي سرير مفتوح بالطرف بتضايقه. نعم. وفي ناس تانيين بحبوه وبيشعروا بانه مخنوقين لو قمت عملت الايدج بتاع سرير من القدام بارتفاع عالي او كده. نعم. فده حاجه بترجع لاختيار الزبون ورغبته. دائما بيفضل في انه السرير يكون عنده مقاسات معينه، لكن اشكاله بتعتمد على شكل التصميم بتاع الاوضه كله، يعني كان دائري ولا كان مخطوط على شكل مثلث او مربع عديل، ده بيحتوي على شكل الأوضة كلها والتنسيق وفكرة المصمم. والخزائن بتكون مفصولة ولا بتكون حائطية؟ في طبعا حاجة اسمها ملحقات غرفة النوم، اللي هي طبعا بيكون في غرفة مخصصة للخزائن. بعد كده بيكون في حتة تانية للغيار، حتى بعد كده الحمام الخاص بغرفة النوم الرئيسية. إحنا بنتكلم عن الغرفة إذا مساحتها صغيرة يفضل تكون الخزائن بتاعتها حائطية ولا ممكن نجيبها بمواصفات معينة وتكون مفصولة؟ ممكن الأساس لو كان داخل في الحيطة يكون أحسن كثير جدا، بالذات لو في مساحة ضيقة. نعم. لأنه بيوسع المساحة. لكن أنا كنت بقوله أنه الملحقات اللي بطلعها من أوضة النوم دي بتشيل وظائف من أوضة النوم كانت مفروض تكون فيه، وبالتالي بتساعد على أنه المساحة تكون أكبر. نعم. كيف ممكن إحنا زي ما أنت ذكرت قبل شوية أنه الحمام هل من الضروري أن يكون داخل غرفة النوم؟ هو ما بكون داخل غرفة النوم، هو بكون مجاور لغرفة النوم، وغالبا بيكون بيفصلهم بيناتهم وبين بعض حتى منطقة بتعرف بمنطقة التغيير والتخزين، بيكون فوق دواليب في الحيطة، وحتى الثول بيغير فوق هدومه قبل ما يدخل الحمام وبعد ما يطلع من الحمام. يعني هو بيكون مجاور في حتة فاصلة بينهم، ولا في بعض الحمامات يعني بتفتح انت داخل الغرفة بتفتح الباب بتلقى الحمام؟ هو ده ما بيحبس كتير جدا. نعم. يعني احنا بنضطر له في التصميم اضطرار لما ما يكون عندنا الحاجة دي. نعم. لكن احنا الطريقة الأصح في انه انا اعمل اوضة نوم اعملها بملحقات اللي هي باضافة الدريسنج روم او غرفة الغيار والتخزين. وبعد كده بدخل للحمام، والحمام بيفتح على الاوضة دي، والاوضة دي هي الرابطة بينات اوضة النوم والحمام. نعم. اذا كان في عندنا بعض الكتب هل ممكن نخصص جزء من غرفة النوم انه نحتفظ بالكتب دي، ولا ده ممكن يغير من شكلها؟ اللي بيحصل انه غرفة النوم دي حتى بتخضع لمن هو الزبون بتاعي، فاذا الزبون بتاعي بيقرأ قبل ما ينوم لازم مجبور انه اخدت له حتى للكتب بتاعته او المجلات اللي بيقراها، وبعد كده احافظ له على الشكل العام بتاع الاوضة بحيث انه ما يديك الاحساس بتاع ان هي مكتبة او يضيع من قيمتها. نعم، بالتأكيد بوجود مختصين زيكم يديك العافية أستاذ مراد مسعود مختص في التصميم الداخلي، وبمتابعتكم لنا مشاهدينا دائما بتلقوا عندنا نصائح وإرشادات وفوائد كثيرة بتهمكم في بيت الهنا، وإن شاء الله بيوتكم كلها تكون بيوت الهنا. خليكم معنا الفقرة الجاية، فقرة الطبخ. بيت الهنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا من مطبخكم مطبخ بيت الهنا، وطبق اليوم مع شيف عادل عبدون. كيفك يا شيف عادل؟ مرحبتين بك يا استاذ سحر، ومرحبتين بالاخوه المشاهدين، خصوصا تحيه لربات البيوت. عايزين نتعرف على طبق اليوم يا شيف عادل، يعني شايفين مكونات متنوعه في السفره. اللي عندنا حمام مع الخضار، او شوربه حمام مع الخضار مع الفريك. نعم. مكونات شنو؟ في عندنا حمام هي اربع حمامات، وفريك اللي هو نوع من انواع القمح بيكون اخضر مدروش، وبطاطس ومرقه بتاعت فراخ وجزر
وليمون ثوم بصل بقدونس الموية ملح فلفل وزيت نباتي. بنبدأ بشنو أول حاجة؟ في البداية نأخذ شوية من الزيت وهنا بكون الحمام بتاعنا مقطع ونظيف منظف نظيف جاهز مغسول يعني ما بنبحره من عمل لي حاجة. نعم نحاول. شوف عاد الناس كتار في حكاية تنظيف الحمام يمكن ما بيعرفوه وده السبب الأساسي إنه ما بيقدموه في يعني أطباقهم المطبخية في البيت. الحمام يعني ما عايز حاجة يعني نظافة زي الفراخ العادية بالعكس هو أسهل. النظافة دي في طريقة أسهل يعني هو لازم الحمام يتنتف ولازم يتغسل ولازم يتبهر. شنو الوسيلة السريعة في تنظيفه؟ هو زي ما قلنا احنا اصلا الحمام طريقة نظافته يعني ما عنده طريقة تانية تنظفها غير كده. نعم. عايز انه يا اما زي ما قلنا في جاهز بقى يتباع جاهز في المحلات لكن ده الحمام بالطريقة العادية اللي بتنظف بها بعد ما يتضبح يتخطى المية السخنة. نعم. فالمية السخنة بنحاول بقدر الامكان ما يعني ما يعني ما تخليها مثلا تغلي ونخلي الحمام جوا لما تنجط. نعم. بس عملية بتاعت يعني دقيقتين ثلاثة في الموية عشان الريش بتاعنا يعني يطلع لنا بطريقة أسهل. الحاجات اللي ممكن تضاف بعد كده عشان تشيل ريحة الزفر زي ما تقولوا يعني هي ممكن نضيف المنكهات العادية لكن احنا هنا يعني الثوم والبصل يعني ممكن يكفينا من الحاجات الزيت لكن ممكن احنا نخد منكهات مثلا القرفة تكون القرفة يعني عود ما تكون لونها عشان ما تكون بودرة عشان ما تغير لنا اللون وممكن نخد لوز الطيب ممكن نخد قرنفل دي كلها ممكن حاجات تتخطى ونحن ننزل البصل بتاعنا. الأكلة دي بتنتمي لأي مطبخ احنا شايفين فيها الحمام والخضروات ده المطبخ العربي. نعم ده المطبخ العربي فبالطريقة دي نحن بنكون يعني حاجاتنا كلها أضفنا نحاول نضيفها ونخليها تتحمر مع الحمامة وبعدين بننزل الفريك. في ناس بيحبوا يضيفوا أول حاجة بعد ما قلبوا الحمام على الزيت الثوم باعتباره أكثر حاجة ريحتها قوية منكر. نعم يعني إحنا يعني الثوم حاولنا نخطه في قريب للنهاية عشان نكهته تكون أقوى. نعم بعدين الفريك ده برضو يكون منقوع يكون مبلول. نعم. ومنقوع بيكون افضل. ما بياخد المده اللي ممكن ننقعه فيها قدر شنو يعني ممكن ساعتين ساعه. نعم. يعني ما بزيد اكثر من كده الطريقه يعني دي. شوف عادي الناس متعودين ان الحمام عاده يا اما يتسلق وتتعمل شوربه وفته ويتحمر شويه في النار يا اما يدخلوه الفرن ويكون محشي يعني يمكن دي تكون طريقه برضو جديده هي مختلفة في عمل الحمام. هي الطريقة الجديدة فهي احنا قلنا ممكن يعني يطلق عليها شوربة عادي يعني ما فيها مشكلة. لكن احنا عندنا الفريق اللي هو الفريق ده القمح. نعم. القمح بيكون أخضر بعدين بيكون زي يعني ما بيكون قمح كامل هو بيكون مدروش يعني ما درشة بسيطة ما. نعم. بيكون ناعم يعني. أنت الآن قطعت الثوم وأضفته. نعم. لبقية المكونات وإحنا حنذكركم مشاهدينا نصائح وفوائد طبق. بيت الهنا. بيت الهنا. شوف عادل يعني الخضروات اللي انت خطيتها زي البطاطس والجزر بتاخد وقت في النار يعني ما بتستوي سريع الا اذا تحمرت او سلقت فانا ملاحظه انه انت اضفتها ما احنا اضفنا الخضروات كلها مع بعضها بعد ما تاخد يعني جزء من تتشرب من جزء من الطعم بتاع الحمام نفسه لانه عملنا الحمام كان سوتيه. نعم. فبعد ذاك بنديها المويه فبتنجط والحمام بيكون ذاته نجط
الحمام طبعا اصلا ما كان كبير في السن. بعد ما اضفت الخضروات وقلبتها واضفت الثوم اضفت الفريك برضو. اضفت الفريك واضفت البهارات كلها والمرقه في ناس بيحبوا دائما المرقه دي يدوبوها حتى يضيفوها، لكن الطريقه دي برضو يعني ممكن تدوب. ايوه هي بتدوب عادي وكده احسن، يعني كده هي بتشرب اكثر مما يكون فيها مويه، يعني هسه حتى اللون بتاع الخضار بتلقاه يتغير من المرقه بتاعت اللي نزلناها ولا الفراخ. نعم. بتاخذ اللون بتاعه والطعم. فبالطريقه دي انا بعد ما اجرب انه كل المواد بتاعتي دخلت مع بعضها، البهارات اللي خديتها على المرقه وبعد بديها المويه وغطيها على كده وبخليها لما تغلي بخدها هاي في النار. بتاخد مده قدر شنو عشان تستوي؟ بتاخد لها زي نص ساعه. نص ساعه لانه الحمام شويه برضه يعني بياخذ مننا وقت. فنحن برضو يعني ممكن انا شايف انت اضفت الفريك، يعني ما ممكن مثلا زول يقول انه الطبق ممكن يتاكل رز لانه في فريك ممكن يتاكل. هي تعتبر زي الشوربه يعني. يعني ممكن تتاكل مع الخبز عادي او مع السلطات العاديه ما فيها مشكله، سلطه طحينه سلطه بتاعت روب. لكن في النهايه طبعا احنا حتكون الفوائد بتاعت الفريك والفوائد بتاعت الحمام. نعم. وباقي الخضار فندخل ليه بيكون فيها فوائد وقيمه غذائيه كبيره، عشان كده بننصح بانه الناس يعني تستعمل الطبق ده. حتى لو ما لقينا الفريق ده بنفس المعنى ممكن القمح بتاعنا عادي، يعني نحاول ندرشه بس درش ما يعني ما نخليه ناعم. نعم. ونغسله ونخليه لما ينشف ممكن يتعمل سوتيه وبعد ذاك نخليه يقعد بعد ذاك نديه المويه يتبلى ونصبه عادي في الشوربه بتاعتنا. نعم. على فكره هو ذاته بيكبر، يعني هسي لما نشوفه بعدين في التقديم بنلقى الفريق يعني كبر شرب فحجمه بزيد. نعم. فدي برضه ميزه من ميزات الفريق، بانه قدر الواحد يقول يشوف انه هو شويه لما نستعمل في النهايه بيلقاه كميه كبيره يعني. اذا انت حتضيف له المويه؟ حنضيف المويه وحتخليه نص ساعه تقريبا عشان يكون استوى تماما. نعم. وذكرت انه السلطات اللي ممكن تتاكل معه سلطه الروب، سلطه الطحينه. نعم. انواع من السلطات المختلفه والى جانبه طبعا خبز سواء محمص او غير محمص. ممكن يتاكل معه. شيف عادل برضه بنلاحظ يعني كثير جدا الناس ما بحبوا انه يضيفوا الليمون الا كحاجه نهائيه في الطبق. اضافه الليمون اثناء الطهو بياثر في الطعم؟ ما بياثر في الطعم، لكن مرات بدي مراره، يعني هسه احنا الليمون بنحطه دائما مرات في النهايه عشان طعمه يكون واضح وطاغي عليه باقي المنكهات اللي احنا نزلناها. فانا اقتحت منه جزء وبالقشره بتاعتها حطيتها فبالتالي واضفت له المويه. نعم. فبالتالي انا اضيف المويه تحتي، واصلا طبعا عامل واحده جاهزه عشان الزمن. نعم. واحنا حنخليك تضيف لها المويه وخليها تاخذ راحتها في النار ونشوف لما تستوي بتكون كيف. نذكركم مشاهدينا يوم احد طبعا بيت الهنا. شيف عادل انت كنت مجهز لنا الطبخة. نعم. وهي بعد ما الخطوات اللي انت عملتها المفروض تاخذ نص ساعة لكن عشان الزمن، وعايزين نشوف شكلها بعد الاستواء بتكون عاملة كيف. ده شكلها بيكون بالطريقة دي الفريق. بيكون نعم شكل جميل. ايوه بيكون عامل زاد زيادة. نعم. فنقدم الطبق ورائحة مميزة طبعا. نعم. ريحة الفريق مع الليمون بتدي شكل جميل. والخضروات اللي حطيتها برضه البطاطس شكل والجزر عشان كان مبلول حباته كبرت. ايوه بتكبر بتتفتح وطبعا شيء مغذي. يعني جميل انه احنا كل انواع الحبوب والبقوليات والحاجات المكونات الموجوده الطبيعيه ناكلها بطرق مختلفه، يعني ما دائما الفريك لازم يكون محشي او يكون. نعم. بعدين دي طبعا برضه ممكن تستفيد منها اكثر حاجه يعني في البيت بالنسبة دي من الشوربات اللي ممكن نديها للنفساء بعد الولادة، يعني الغذاء الموجود في الحمام وفي الفريك والخضروات دي كلها حاجات بتساعدنا تستعيد لياقتها برضه. بالضبط كده. فدي يعني إن شاء الله تكون. نعم. مكملة بالغذاء وتكون فيها فائدة غذائية أكثر.
يعني ده طبق متكامل من الخضروات، من الحبوب اللي هي الفريك، من اللحوم اللي هو الحمام، وطعم مميز. في نفس الوقت دائما أنا بقول لك إنه المنتجات بتاعت القمح بتخلي الإنسان بتحسسه بالطاقة كويسة. يعني معروف جدا إنه زمان المزارعين بيحبوا يأكلوا القمح ومشتقاته لأنه بديهم طاقة. نعم، يعني إحنا القمح يعني مرات يا يتعمل زي البليلة، يا يقوم الطحين يتعمل دقيق. فنحن برضو دي من بعض دي من ضمن الحاجات اللي بيسموها إخواننا العرب. نعم. اللي هي معروف مرات طبعا الفريق ده بيتحشي بالحمام نفسه. ف يعني احنا شويه الليله دخلنا حاجه ممكن هي تكون عندنا لكن ما بنفس الطريقه، فنتمنى انه الناس تحاول تستعمل الفريق. لانه احنا بنسمعه من زمان، بنسمعه سمع بس فريق فريق، ما كنا عارفين انه حتى هو الفريق ده ممكن يكون قمح. تسلم يدك يا شيف عادل على الطبق اللي قدمته لنا ده. مشاهدينا تاكلوا بالهنا والشفا. هنا الشروق دوت تي في، ايميلنا راسلونا عليه، والى جديد اللقاء. مع السلامه.